اجت 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 جبتها. طلعت الثانية هسه. هاي زينة حجمها كبيرة. هذا الكباب التركي المشهور. والله بيها سمكة بيها. ما بريد نروح وطلعت اكو سمكة كبيرة. رزق رزق نريد نخلص صيد. نريد نروح. شوف ايش طلع. هاي الاغراض. منتظر عثمان ابي يجي. اف طن برد. درجة الحرارة 3. أصدقائي المغامرين، يا صباح الخير. رجعنا لكم بيوم جديد ومغامرة جديدة. قاعدين من الصبح حتى وجه متفخ مبين. الهواء بارد، درجة الحرارة 3. يعني عادي درجة الحرارة 3، درجة الحرارة تحت الصفر. كل الأحوال احنا نجي للصيد، ما عندنا مشكلة. جيت اليوم أنا وأصدقاء الصيد الدائمين همين وياي. هسه جاي نحضر. وصلنا يم النهر. طبعا هذا نهر اسمه نهر سكاري، هذا ثالث أكبر نهر موجود بتركيا. المي نازل لان نهايه الصيف وبدايه شتاء، فدائما المي ينزل بهذا الوقت. هسه راح نطلع اغراضنا ونبلش صيد. طبعا صيادنا الصغير ويانا ابراهيم. عثمان ابي بن ايدن. يلا نبلش صيد. طب هذا علف جبته وياي، حنطة، خبز يابس، صمون يابس، اي شي عندكم، وبيضة، شوية ثوم. هذا الحنطة نقحتها انا قبلها بيوم، ماي وثوم. حطيت فوق هسه ماي وراح اعجنه واسوي طوبات واذبه بالماي. شمرت سنارة وخيط، وهسه شمرت طوافة. الطوافة شلون تلعب. كل شي تمام، يلا نروح نتريق. Sen buraya otur. Ben ağırım, o dayanmaz bana. Hangisi bu değil mi? Hayır, alama nezelet rahat istemeyeceğim. تأخرت هواي، تأخرت يعني المكان عالي نزله، مع انه
انسحبت والله هواي سحبت. على العموم بعد ما دام الطعم بعد ادمسن ولا دب الخداعة. شوف بيك نصيد. بسم الله اجت واحدة. الله الله قاشتما. اللهم يا ربي يا. يعني الهواء منا على يمنا وهاي الخشبة تروح على اليسرى تسبح عكس التيار. بدأت تمطر قوي حاليا. ايش راح اسوي؟ كنت اذب الخداعة. حاليا راح اذب عجين بالسبرنجة واروح اقعد فوق لان هنا مطر قوي. ماكو مكان خاطر واحد يحتمي من المطر. بالفيدر والعجين احط بيه جرس واخليه. صحيح مطر بس الصبح كانت حيل باردة. هسه لا مطرت الدنيا بس الجو زين. اوف صارت عاصفة. شوف والله صارت عاصفة. هاي ناس يرحون اذا صارت مطر او صارت شيء يرحون. بس اللي يرحون الصيد هو تصير زلزال يبقون يبقون. gelir gelir. yer yüksek ya o yüzden geldi. اجت جبتها. وار سنين كيلة تاكلمش. وفاك يا. لا هالمرة راح اسحبها ما اخليها تفلت. حتى لو صغيرة. والله بني قمش مبو. دور ben geçeyim şu taraftan. Gene çekmedi. Neyse. Vallahi ma خليك تفلتين. Tut. Gümüş mü? Çok büyük bu. Ya ben şu tarafa attım. Daha oraya kadar gitti. Rüzgardan mı acaba öyle olmuş? Yok bu. Bu sefer bırakmam. Çek buradan, çek buradan. Bırak bunu. Tutuyorum.
Buyurun. Eyvallah. Çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Yoksa... Çıkar ya. Bana verin. Gümüş o kadar büyük mü oluyor? Ya gümüş. Geçen gün bir tane tuttum, bundan daha büyük. Valla. Valla çok büyük bu. سمكة اللي زمناها تفاجأت بحجمها، لأن هذن دائما يصيرن صغار مو كبار، يعني يصير حجمهن هيك فد شوي أطول من أصبع، حد أصبعين هيك هيك تقريبا طولهم. فهسه شفت حجمها تفاجأت، يعني صدق كبيرة هاي، يعني بالنسبة لهذا السمك اسمه سمك الفضي. أنا ماكل الصغار من عنده كلش طيب والله، خاصة يعني بنسوي بالطاوة فد شي. بعد لو مثل هاي كم وحدة تطلع كلش تمام يصير الوضع. المطار جاي تنظر قبل شوي، يعني ندخل بالسيارة يعني نطلع برا، ندخل بالسيارة بنصير مطر قوي، ومن يخف المطر نطلع برا نشوف السنارات. أمان مطر قوي. وين جاي تفطر بالمطر؟ مطر مطر روح البيت. جاي تعال تعال. طلعت الثانية هسه، هاي زينة حجمها كبيرة، هاي هم من النوع اللي تاكل شو اسمه تاكل سمك ثاني. شوفوا بالاخير كلش هسه قطعتها، شوفوا قطعت العجين بس زين لزمتها والله. سوينا لهم بحيرة اصطناعية قولوا المشهور السبوع كيتانو اربير السبوع ديار نيرده ديار ابو هاي الثاني. اكو طلعت السمكة هسه اريد اذب السنارة مرة ثانية، ما الحق من المطر عفتها بدون طعم، ما ذبيت السنارة، خلي خف شوية وادب. لا جاي نصيد ولا جاي نسوي اي شيء، واقفين بالمطر. منتظرين يخف المطر شوي خاطر نرجع نذب السنارات، بس النار بعدها مشتغلة. نجمعوا على شو اسمه على الورقة. بعد ما اتحمل لازم اذب السنارات، راح انزل بس مين انزل؟ لو شوي يخف المطر الوضع يصير تمام، النزول قوي منه والارض رطبة عليها مطر صاير تزلق، على مود هيك واحد لازم ينتبه. واكي مسمار هذا شيك مده غرفة كباب ابو هذا انا غرفة اين السلمة اين شي بهارات لفلان عجلة نوار شنده بيبر ليبرتوس ونه مصر فلان بشيء صار يا يا هذا الكباب التركي المشهور. والله شغل طيب. اتصور بيها سمكة هاي،
والله بيها سمكة، بيها شفتها جاي تتحرك. يوك بالك ديل تشيكت ودومبا. الله شوفها تتحرك، طلع صوت، طلع خشبة. يلا صدنا حطب. هاي جاي تتحرك. ما ادري بيها السمكه جاي تتحرك. والله وقفت، تحركت شوي وقفت، ما اعرف ما لزمت او بيها سمكه صغيره، بس ما اتصور يعني. والله بيها هاي تحركت ثاني مره، اتصور سمكه صغيره بيها، اتصور يعني، والله اعلم. بس نشوف ذابها كلش بعيدة. اوه سمكة والله. بلك اي حلو، بعد وحدة من هاي سمكة، السمكة الفضية قموش. صارن اثنين. شوف من ضاربها من ظهرها طبعا، وانا اسحبها. شوف ضربها من الظهر. يلا هاي صارن اثنين، صارن اثنين وخوش احجام. هاي مو سحبتها قوي، ضربت بظهرها. شوف شكلها كلش حلو. والله انا اول مره اشوف هاي الاحجام مالتها، انا ادري بيها صغيره يعني اللي هنا حدها. اول مرة اعرف اكو هيك حجم يعني، بقيت شف اليد تقريبا. شوف بقيت شف اليد. يلا خلنا نودي كم اختك. ال ابراهيم او سنة بيت انا داقي تهدو قمش بيوك. كوي هوري حاطها للبحيرة. من دي اني قرملم ماذا بيتانا بنور ديري ماذا دير من يرمان ديرنا نمسو بولاني قلمش يا الله. تبللت مطر كلش قوي. هلا احط السنارة واروح للسيارة. مطر فضيح ما جاي يوقف. يلا ان شاء الله مطر خير. شوف نقعت. هلا اروح بسرعة للسيارة. جاري عملية شوي الكباب. والله الوحدة جاي شوي المطر. بس على مود ناكل. خلينا نشوف وين وصلت العملية. اوف شو نبي بك يا. والله الريحة فظيعة. اوي والله ماكو اطيب من هيك ريحة. والله التام بيبرد شمبو شيشة. شوك اجي إبراهيم، قلبه نغير بابانا. تمام بشو. أوه، هسه تمام. هذا رنصاص منابع. والله رهيب. كباب. والفلفل حار تشي، بس الفلفل مو بس حار، الفلفل جهنم.
حتى دزونا رساله قالوا احتمال يصير سيول، احتمال يصير امطار كلش قويه، فلازم تاخذون بالكم من هاي الامور. ما بريد الروح، وطلعت اكو سمكه كبيره. ياش ياش هاي سمندا بالي دازي الله الله سني بركمام Kendimi bırakırım, seni bırakmam. Allah. Hadi gel. Rızık rızık, riden kallı sayet. Riden ruh. Şu kuş tala. Büyük maşallah. Buna bir bak ya. Şabab gırakne. لحقونا. يلا المهم تونسنا وصدنا وغيرنا جو، واتمنى استمتعتوا بهاي الرحلة، كانت قصيرة خفيفة، شاركناكم الأحداث، وهسه جاي نجمع الغراض وراح نروح، فإن شاء الله دام صيدكم والتقيكم بيوم جديد ومغامرة جديدة. إبراهيم هادي باي باي ياب عثمان، أبي خلص صيد، روح على البيت.